أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا الطير وأوتينا من كل شيء
وجنوده وهم لا يشعرون.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
لأمكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا كان من الغائبين لأعذبنه شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط
بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين. فمكث وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا ترجمة
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي كتاب كريم إنه من سليمان وإن إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم فناظرتم بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء
بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، ارجع إليهم، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم قال عفريت
مقامك. وإني عليه لقوي أمين. وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي
ومن شكر فإنما ومن كفر فإن ربي غني كريم. سبحانه وتعالى. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما قالت كأنه فلما قيل أهكذا عرشك قالت كأنه قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساق
بقاياها. قيل لها ادخل الصرح حسبته لجته وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم.